لكن المؤكد هناك كلام كثير في الغربال وعادة بلس 90. ايه؟ هنستحمل كده كتير؟ اه مش كتير قوي، لكن انا قلت لك واحنا راجعين الاسبوعين اللي بعد الرجوع ده هيبقوا صعبين جدا علينا، والحقيقه كنت متخاف جدا جدا ان تاتي العثره في المشوار الافريقي. عدينا اول ماتش الحمد لله، تاني ماتش حصلت. لكن مع توالي المباريات وضغط المباريات والسفر والارهاق وتغيير المناخ وتغيير الجو المنافسه، انت عايش تحت ضغط نفسي وعصبي فظيع، ما عندكش طرف ان اللعيب يضيع فرصه. الناس خايفه على طول، قلقان على طول، وده قلق المتفوق. يعني انت لما تيجي الواحد بيطلع الاول على الثانويه العامه، اكتر واحد تلاقيه خايف من الثانويه العامه هو الشخص ده، لانه مش عايز ينجح، مش عايز ينجح بمجموع كبير، ومش عايز ينجح بمجموع يدخله الكليه اللي عايزها، ده عايز يبقى الاول. وعشان يبقى الاول هو مش عارف المنافس اللي بيتنافس معاه ده بيعمل ايه، فاللي بيلعب على مركز واحد. لذلك انا احسد الناس اللي بتقدر تشجع اكتر من نادي لمجرد انه بيلعب ضدك، فهم دول سعداء ما عندهمش مشكله. بيشجعوا انديه الكره الارضيه، ما عندكش مشكله، بيلعب في كل القارات، ده يخسر ده يسد، ده يخسر ده يسد، كله يخسر، ما تستنى اللي يسد، يبقى الحكام الدوله يعني، ونفضل نعيش هذا الكلام. لكن انت عايش مع جماهيرك على تحدي واحد بس، المكسب ولا شيء غير المكسب، والمركز الاول ولا شيء غير المركز الاول، ويا له من تحدي ويا له من ضغط. كمان في فترات كثيره لا، المكسب والاداء، ما هو استنى، فانت لما تبقى بتتحايل على ظروفك بحلول ما بتديكش احسن حاجه لك، يعني مش اجمل اداء، لكن بتدي لك احسن حاجه توصلك لهدفك في الوقت ده، تقوم تقول لي اللي بيعمل لك كده لا يا حبيبي، اكلتك ناقصها رشه ملح، فحط لها رشه ملح لازم بسيطه يعني. هو احنا نقعد ننتقد وخلاص، وبعدين في واحد تاني يقول لك لا 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 ده ملحها كتير، هو نفس ليه بقى؟ لان ده الدكتور قال له ما تاكلش بملح، فطلع اكلك انت اللي وحش. فانت في الاخر انت بتتعامل مع تذوق الملايين، مش هيتفقوا على ذوق واحد. لكن انا مدرك ومتفهم، وهم قاعدين يتفرجوا حاجه تشيب.